خايفه والله العظيم. انا 3 ايام مشات للمدرسه، قال لي ندي ندير لها داك الشيء سطحي صافي. دا النمره فدا الشيء كيصوني عليا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه اكادير ومع موضوع التغرير بقصير. معايا القصه هي غتعاود الاحداث اللي وقعوا بينها وبين هذا السيد. لالا مرحبا بك على قناه شوف تي في. تعاودي القصه من الاول. المهم دات نتقدموا نهار ثلاثة. كاينين الناس ما تبعوش القصه، بغينا نعاودوا لهم من الاول كيفاش وقع. كنتي قلتي لي واحد النهار غاده في الشارع، عاودي لي. المهم واحد النهار كنت خارجه انا وبنتي في العشيه كي ديما كنديها تلعب في الجرده، تلاقانا واحد مطور في مدينه اكادير. تلاقانا واحد السيد سلام بخير، قلتلو بخير الحمد لله. تا هو كان غادي على الشارع؟ لا كان غادي في الطوموبيل. المهم وقفني سلام بخير، قلتلو بخير الحمد لله. قال لي واش هادي بنتك؟ قلتلو ايه. قال لي واش ممكن نهضر معاك؟ قلتلو مرحبا. قال لي المهم انا بنتك عجبتني، والبنت عندها غير 13 عام. قلت له كيفاش البنت عجبتك؟ قال لي بغيتها ونديها ونعطيك ما بغيتي. قال لي اللي طلبتي نعطيها. هو كان طالب منك الزواج يعني بغى البنيه للزواج؟ لا 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 ما قال لا. قال لي ندي ندير لها داك الشيء سطحي. وديك السيد اول مره تنشوفه، عمرني شفته في حياتي. ما عمرو تبعك؟ ما عمروش. لا عمرو تبعني لا. حتى داك النهار فاش وقفني صافي خدا النمره صافي. ولكن البنيه بغينا نعرف واش البنيه داك النهار كانت لابسه شي لباس مثير او لا، شنو خلى هاد السيد انه يتبع؟ لا البنت ما كنخلاش انا تلبس داك اللباس، لا غير هي زعره وزويونه عاطيه العين، فهمتي؟ ما هي ما كتلبسش لباس غير محترمين. واش هذا اول واحد يتبعها ويهضر معاكم بهذا؟ اول واحد تبعني هو هذا. وقفك كان تبعكم لا احنا لا احنا كنا غاديين هو جاي. هو يقفنا صافي. فاش قال لي بيت النمر قلت له مرحبا، حيت انا ديجا وقعت لي واحد القصه. واخا رفعي الصوت ديالك شويه باش يسمعنا. حيت انا ديجا وقعت لي واحد القصه مع بنتي الكبيره مع مراياك. صافي قلت له واخا مرحبا. صافي دا النمره وديك العشيه كيصوني عليا كيقول لي صافي جيبي لي المتغدى. في ديك الوقيته طلب منك ديريكت؟ البنت ما قالتش لك؟ لا ما كاين حتى حاجه. قال لي ودي بنتك عجبتني. قال لي سميتها؟ قلت له سميتها جانا. قال لي ودي راه عجبتني. صافي دا النمره في العشيه كيصوني عليا. صافي ديك الساعه فاش صوني عليا قال لي واش غادي تجيبي لي البنت؟ قلت له صافي. ما قالش لك فين غيديها؟ لا ما قاليش فين غيديها. صافي ديك الساعه انا مشيت الصباح درت شكايه للبوليس، حيت انا درت داك الشيء باش يشدوه البوليس متلبس. ولكن كيفاش انت تعاملتي معاه ببروده يعني؟ حيت انا حيت انا ديك الساعه انا هضرت معاه ما غندي منه والو، هو غيهضر وانا غنهضر ويتجمعوا علينا عباد الله صافي. لا قلت له انا ندير له خطه باش البوليس ديك الساعه يشدوه، فهمتي؟ شحال كيكون في عمره تقريبا؟ تقريبا ديك 40 راه كبير، ماشي شي واحد صغير. متزوج؟ ما عرفتش. ما عرفتش واش متزوج ولا لا. صافي صوني عليا ديك العشيه قال لي واش صافي متاكده تجيبي لي البنت؟ قلت له صافي مرحبا. الصباح مشيت درت شكايه للبوليس، قلت له ما وديها شنو شنو شنو. صافي قالوا لي منين يصوني عليك هو. المهم اتصلي بينا صافي. السيد بقى عندي كربعة فاش هو كان واخا نرجعوا شويه فاش كان نرجعوا معاك شويه اللور، فاش كان كيتصل بك شنو كان كيقول لك؟ شنو كيقول؟ هو تاكد غير على البنت. ما قالش لك دوزيها؟ لا لا ما قال لي لا دوزيها لي لا والو، هو باغي البنت. قال لي واش باقي غتجيبي لي البنت؟ صافي. شنو بغاها وشنو طلب منها؟ ما عرفتش. هو قال لي ندي ندير هذاك الشيء غير سطحي. قال لي ما تخافي ما والو. قال لي واللي بغيتي نعطيه لك نعطيه لك. ما دارش معاك شي مبلغ؟ لا لا ما دارش. لا ما دارش لا. صافي مشيت عند البوليس درت شكايه، المهم استقبلوني. صافي قال لي منين يصوني عليك؟ صوني علينا قبل. صافي منين صوني عليا قال لي واش ديري البنت وجيبيها لي؟ صونيت انا على البوليس. واش هاد السيد بسهوله طاق فيك؟ بسهوله هي ما عرفتش، ما حيت شافني انا دابا بحال طمعت، فهمتي؟ بحال انا قال هاد السيده صافي منين عطات لي البنت صافي راه، فهمتي؟ ماده ما جاب هو كاع. صافي ديك الساعه جابوا البوليس وشدوه متلبس، فهمتي؟ صافي وداو. اللحظه فاش شدوه البوليس كان هز البنيه في الطوموبيل؟ لا يلا كانت غتركب، يلا كانت غتركب في الطوموبيل. صافي شدوه البوليس وداو تقدمنا. شنو الكلمه اللي قال لك في ديك اللحظه فاش تشد؟ ما قال تصدم. هو تصدم ما كانش كيتوقع كاع داك الشيء. هو تصدم شاف البوليس تصدم صافي. انا قالوا لي بوليس سيري بحال كدابا صافي وخليتهم معاه. دزتو عند الوكيل؟ دزنا عند الوكيل نهار الثلاث. صافي المهم درت انا اقوال ديالي حتى هو دار صافي. عندنا شنو كيقول هو في هاد القضيه؟ هو كينكر. قال له هاد السيده ما كنعرفهاش. وانا شنو كان طالب انا؟ انا الناس غير تعاوني على المحامي باش ديك
الهضره اللي كان تيصوني عليا بيت انا نجبد غير داك الابيلات اللي كان كيصوني عليا هو تيقول لي جيبي البنت. عندك انت الدلائل في التليفون ديالك؟ عندي التسجيل، ماشي التسجيلات، غير هو يديروا. عندك لي زوديو؟ ما عنديش، ما عندي حتى حاجه غير دوك الابيلات اللي كان هو كيصوني. كتدير الخبر على التليفون؟ ها انت الخبر على التليفون باش ديك الساعه يشوفوا شكون اللي كان اتصل بيا، واش انا ولا هو. اصلا عندي انا كاع لي كيصوني عليا وكيصوني ما كنجاوبوش. واخا ولكن هو شنو كيقول في ديك اللحظه فاش كانت البنت غتركب معاه؟ شنو قال عند الوكيل؟ شنو كيقول علاش البنت؟ واش قال انك كنتي غير ظلمتيه ولا لا لا لا؟ قال انا، قال لهم انا عمرنيش حتى انا هاد السيده، قال لهم. وانا كنطالب انا عاد غير التليفون اللي كنطالب انا ديرو الخبر باش يشوف شكون اللي كان كيصوني وشكون. شنو هما المستجدات اللي كاينين فوقاش عندكم؟ عندنا الجلسه نهار 8 في هذا الشهر ان شاء الله. شديتي محاميه؟ ما شديتها هي. وشنو كطالبي من الناس؟ كنطالب من الناس يعاونوني غير على المحاميه ونشد الحق ديال بنتي، حيت يكون ديجا دار مع البنات هكا. شنو اللي خلاك انت ديري لي هاد الفخ؟ انا هاد الفخ حيت كان ديجا طرات لي لبنتي انا كبيره على ود المراه، هادي راه مراه كانت كتصور البنات وكتصيفطهم لاماراتيين، حتى هي راه تشدات الحمد لله. خلص عليهم. تشدات هذيك الحمد لله، راه تحكمات. وربما بغيتيش هادشي يوقع لبنيتك؟ انا ما بغيتش انا يوقع لبنيتك، كيكونوا راه مشاو ضحيه. شحال من بنت مشات ضحيه في هادشي. وفي حوار معك قبل قلتي لي لو كانت بنتي بوحدها غاده في الشارع وقفها وطمعها كانت غاتمشي. كانت غاتمشي، راه البنات هاد الوقت واخا تعيط ربي انت راه والحمد لله موفره لبنتي كلشي، ولكن راه الشيطان الله يعين اختي راه بنت 13 عام راه باقي حتى نبلغ ما بلغات باقي حتى. وبنتك شنو كتقول في هاد المساله؟ انا متي راه تخلعات كاع فاش قلتها لي بقات غير كتقول ماما انا مشيش للمدرسه بوحدي، انا ماما يتلقاو لي انا ولا تخايفه. والله العظيم الا ثلاثه ما مشات للمدرسه. وداك ما تمني كاع في داك الشيء، فهمتي؟ بحال هذاك راه ما عرفتش. سيد كبير غيكون عنده سيد كبير وي ما عندوش في هذا الشيء. وباين ولد عائله، وباين ماشي شي واحد اللي شمكان غير غتزيدي معاه انت تمشي هو يمشي، هذا راه باين شي عائله ولا. رسالتك الاخيره شنو كطلب؟ رسالتي الاخيره انا هذا اللايف دايره باش الناس يعاونوني. 10 62 58 21